ما هي السنة إذا قيل للمصاب إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب، فماذا يقول المعزى؟ يقول ما تحسب، ما في شيء لا محدود. إذا قيل أحسن الله عذاب أو قيل له لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب، يقول أسأل الله يعينني، أسأل الله يوفقني، الحمد لله على كل حال. أي كلمة طيبة تناسب، ما في شيء محدود، ما نعلم في هذا شيء محدود.